بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعه ان شاء الله هنحضر الايمالشنز او المستحلبات. المستحلب ما هو الا عباره عن ووتر وجم اللي هو الايمالسيفاينج ايجنت والاويل اللي هو الزيت. النهارده ناخد مثال على الاوليف اويل ايمالشن اللي هو مستحلب زيت الزيتون، ودوت بيتحضر بطريقه الويت جم ميثود. الويت جم ميثود بنحضرها بان احنا اول حاجه بنجيب كميه المويه اللي احنا حاسبينها في البرايمري ايمالشن اللي هي 5 مللي، بحطها في المورتر. طبعا المورتر لازم يكون ليه مواصفات معينه، والبيسل اللي انا بستخدمها يكون فلات هيد بيسل، ان هي تكون مستويه عشان تزود معايا الايمالسيفيكيشن ريت اللي انا بحضر بيه الايمالشن. حطيت المويه، بعد كده ببدا احط الجم. الجام طبعا بنشره، بعمله سبرينكلينج على سطح المويه لغايه اما يحصل له ويتنج. كل دوت طبعا ايه وانا بقلب عشان اتاكد ان الجام بتاعي حصل له ويتنج داخل وما كونش اي تكتلات داخل المورتر بتاعي. حطيت الجام وقلبه كويس جدا تمام لغايه اما يديني شكل اللي احنا بنقول عليه الميوسلج. بعد ما اكون ضفت الجام كله على كميه المويه اللي عندي، وده سبب تسميه الويت جام ميثود. يعني انا بعمل ويتنج للجام بالمويه، وبعد كده ببدا اضيف الزيت اللي عندي. يبقى دي اول خطوه، خطوات تحضير البرايمري ايموشن. طبعا ادي هنا الاويل اللي هو الاوليف اويل او زيت الزيتون، بجيبه تمام وببدا اعمل تقطير لي دروب وايز. طبعا لان انا بدخل دلوقتي زيت على مويه ودوت كارهين بعض، تو ميسابل ليكويد مع بعض، في وجود الجم الوضع بيختلف. بحط نقطه نقطه واقلب بطريقه الويبنج موشن اللي هي في اتجاه واحد. طبعا اثناء ما انا بقلب طبعا ما بحطش نقطه زيت غير ما اتاكد ان الاولانيه دخلت وحصل لها انكوربوريشن داخل داخل الميوسلج بتاع الجم. بستمر على المرحله ديت لغايه اما اخلص كل كميه الاويل اللي عندي. واثناء ما انا شغال بلاحظ ان انا بسمع صوت الكليكنج او الكراكنج ساوند، اللي هو صوت ندغ اللبان زي ما بنقول كده اهوت، في اثناء التحضير لغايه اما اخلص كل كميه الزيت اللي عندي. كترنا يا شباب دلوقتي نقطه نقطه من الاويل تمام. طبعا احنا قلنا ان احنا الكلام ده بيتم وانا بحرك بالويبنج موشن زي ما احنا شايفين بالمنظر ده، وزي ما احنا سامعين كده ده اللي هو الكليكنج او الكراكنج ساوند تمام. خلصت انا كل كميه الزيت اللي عندي، واداني ده البرايمري ايمالشن، وده اهم مرحله من مراحل تكوين الايمالشن، ان هو يكون ستيبل ويكون سيك زي ما احنا شايفينه بالمنظر دوت كده تمام. هيتبقى معايا دلوقتي عمليه الدايليوشن، يعني اللي انا حضرته ده البرايمري ايمالشن، كل ده بحضره وانا بقلب في اتجاه واحد وسامع الصوت دوت. طيب انا لو انا شغال والصوت ده اختفى وتكون معايا شكل متقطع بنسميه رابي ابييرنس، يعني المستحلب خرب مني، بوقف اضافه الزيت وببدا احط 2 دروبس او 3 دروبس من الووتر واقلب جامد جدا عشان احافظ على الاستابيليتي بتاعه الايمالشن. انا الفكره كلها ان انا بحط 2 سيستم كارهين بعض، فاللي هيساعد على كده هو وجود الجم اللي هو الايمالسيفاينج ايجنت، ووجود الايمالسيفيكيشن اللي انا بعمله بايدي في حاله الويبنج موشن بالبيسل اللي انا بستخدمها دي تمام. كده هيتبقى لي اخر مرحله وهي عمليه الدايليوشن. عمليه الدايليوشن بتتم زي ما احنا قلنا في الشرح، بتتم 10 مللي من الووتر دروب وايز نقطه نقطه عشان ما اعملش صدم دايليوشن، وبعد كده بحط بقيه المويه اللي عندي بورشن وايز واقلب مع اضافه الفلافرنج ايجنت اللي هو السبيريت اوف مينتا، ويبقى كده حضرت الايمالشن وهنشوف شكله النهائي ان شاء الله دلوقتي. طيب بعد ما خلصنا عمليه الدايليوشن يا شباب، طبعا وصلت الفاينل فوليوم بتاعي ل 40 مللي حسب الفوليوم اللي موجود في الفورمولا. طبعا واضح عندي هنا جدا ان هو الايمالشن، ادي المستحلب شكله هوموجينس متجانس، ما فيهوش اي اويل دروبلت على سطح الايمالشن او المستحلب، لان ده معناها كده ان الايمالسيفيكيشن تم بشكل كويس وكل كميه الزيت اللي انا حطيتها دخلت جوه الاكواس فيز واداني شكل المستحلب اللي احنا عارفينه. طبعا المشاكل اللي ممكن تقابلك وانت اثناء لما بتحضر، ممكن تلاقي سطح الايمالشن فيه زي اويل رينج كده، حلقات من الزيت كده، معناها الايمالسيفيكيشن بتاعك ما كانش كويس، محتاج تظبط وزنات الجم، محتاج تشتغل بشكل اقوى على الويبنج موشن اللي انت بتحرك بيها ايدك اثناء اضافه الاويل دروبلتس كده. دوت طبعا اللي هو الاوليف اويل ايمالشن، قلنا ده بيستخدم از لاكزيتيف، وهو عباره عن ايمالشن من
زيت الزيتون او الاوليف اويل، وده بيتحضر بطريقه الويت جام ميثود بنسبه برايمري ايمالشن 4 ل 2 الى 1 اللي هو لان هو من النوع الفيكسد اويل ايمالشن.